مهم جدا. اتفضل. الكواليس اصدار كتابة للاطفال، عايزين نعرف الكواليس ايه اصدر ايه اصدر انا باكد المعلومه دي، انا كتبت كتاب بعنوان ايه اللي ممكن تتعلم من يوري جاجارين. Хотя книги начала с того, что когда мои дети маленькие, были маленькие, но сейчас маленькие, я снимаю книги, чтобы рассказать твоим детям о том, что такое природа. ازاي جت الفكرة دي؟ الفكرة جت ان لما كان عيال اتولدوا انا كنت بفكر ازاي انا ممكن اخليهم اكذبهم للفضاء، وايه اللي ممكن احكي لهم على الفضاء. واكتشفت ساعتها ان في روسيا في كتب، عدد الكتب عن فضاء موجه الى الاطفال الصغيرين قليل جدا. ان اغلبيه الكتب اللي موجوده في مجال الفضاء في روسيا منشوره موجهه الى الطلاب مدرسه ثانويه، بس ما فيش حاجه للسن صغير. И одно из издательств, ассоциация издательства, она предложила написать книгу по выдающимся российским космонавтам, первым космонавтам мира, Юрию Гагарину. Да, это тема? وانا عرفت التواصل مع دار النشرة معين، فاحنا تم تعاون بالنجاح، وهم ادوا لي فكره ان انا ممكن اكتب الكتاب موجه للاطفال الصغيرين عن اول رائد الفضاء السوفيتي اللي اسمه يوري جاجارين. يوري جاجارين человек, который является примером и как личность, как человек, и как профессионал. У него много сразу вместе замечательных качеств. يوري جاجارين سواء من ناحية الشخصية أو من ناحية مهنية، عنده في الشخصية في اندماج، وهو يعتبر نموذج موديل رول موديل لأي طفل صغير. حتى لو الطفل صغير مش عايز يطلع في المستقبل رائد الفضاء، فلو هو اتعلم او قرا كتاب زي ده ممكن يوصل للرغبه ان هو يتطور من نفسه في عدد الاطراف او في اوجاه كتير. هذه الفكره. طيب انا